يا صباح الخير، يا صباح العافية، شلونكم حبيباتي؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم صحة وعافية وراحة بال. رجعت وياكم بفيديو جديد، واكيد ان شاء الله الفيديو راح يعجبكم لان بيه هواية سوالف وشغلات راح تفيدكم. مثل ما تشوفون بلشت وياكم اني من صلاة الفجر، فليش دا اقول لكم صباح الخير؟ لان من الصبح انا ابلش الروتين، بس هو راح ينزل لكم المساء. يعني ليش اني دائما اذكركم مثلا بصلاة الفجر او بالقرآن؟ لان اكو بنوتات صغار حلوات يتابعني، فحتى يتعلمون يواظبون على صلاة الفجر ويشغلون القرآن بالبيت. يعني حتى انتو بنات دائما يعني صلاة الفجر خلوها هذا شيء اساسي عندكم، ابدا لا تعوفوها. فهنا اول شيء اشغل سورة الواقعة بنات للرزق، اللي تقول الرزق مالتنا كلش يعني تعبان، ما مرزوقين. اخذوها من عندي، شغلوا يومية سورة الواقعة الصبح اول ما تقعدين من النوم، وراها تشغلين سورة البقرة وتفتحين شبابيك البيت حتى لو نص ساعة، على مو شنو تتغير الطاقة، تطلع الطاقة السلبية وتدخل الطاقة الإيجابية. وأهم شيء القرآن، والله بنات للرزق يعني مجربة، هاي سورة الواقعة مجربة، فشي عجيب. يعني مو يوم تشغليها وعشرة ماكو، لا تستمرين عليها يومية الصبح شغليها، وخلي القرآن مشتغل بالبيت، وقولي محمودي ما قالت، وشوف الرزق اللي رب العالمين راح يرزقه لكم بحيل الله. حبيت أشكركم على تعليقاتكم الحلوة وكلامكم الحلو، يعني والله العظيم من أقرأ التعليقات عيوني الدمع صراحة من الفرحة، ما أعرف يعني حسيت صدق عندي خوات. أنا طبعا خوات ما عندي بالحقيقة نهائيا، يعني وحيدة فريدة، فحسيتكم أنتو يعني صدق خواتي. وإن شاء الله كل فيديو أنا اللي أنزله أفيدكم أفيد معلومة حتى لو بسيطة أفيدكم بيها. فهذا الفيديو ابدا لا تعبرون من عنده لو ثانيه واحده، لان بيه هوايه كلام حلو ان شاء الله راح يفيدكم. اليوم راح احكي على اللي ياخذون بالاقساط، لان انا اعتبر هذا مرض، القسط اعتبره مرض. شوفوا بنات دائما اكو شيء مهم واكو شيء اهم. الشيء المهم يعني مثلا شغلات اني محتاجتها كلش ضروريه للبيت، مثل اجهزه كهربائيه، ثلاجه، مجمده، براد، هاي شغلات أهم. بس المهم يعني مثلا أنا عندي سيت جداري وأروح أشتري سيت اللاخ، مثلا أنا عندي هاي البردات محطوطات، لا أروح أريد أبدلهن، والله نزل غير موديل. عندي قلاصات للخطار، لا أريد أروح بعد أجيب قلاصات للخطار. هاي شغلات نعتبرها إحنا ثانوية، لأن ما طول موجودة عندي بالبيت فما لها داعي أروح أجيبها. اكو امهات قسط يبيعون بالاقساط، يعني قلت لكم اذا تشترون ثلاجه مجمده، هسه اجانا الشتاء يعني تحتاجون مثلا صوبه، هذا الشيء عادي اخذه، بس مو مال اروح لام القسط واخذ من عندها جداري، اخذ من عندها مواعين، اخذ من عندها يعني شغلات انا ما محتاجتها. طبعا هي تغريج اكيد راح تقول لك اخذي وما احكي وعلى راح تجيبي لي الفلوس. وطبعا انت ما راح تطبين للمحل مالتها ما شاء الله، راح تشوفين اشكال الوان وراح تقعد هي تطلع لك، شوف ام فلان شوفي هاي الحاجه ايش قد زينه، هذا موديلها، هذا ما اعرف ايش. صايره بيكم بنات لو ما صايره الله عليكم. فاني خلي اتجنب هاي الشغلات واخذ الشيء اللي اني احتاجه. وام القسط اذا صارت بمنطقتك وقريبه عليك وعلى درب اللي يمرون، يعني مستحيل تفوتين من يمها وما تطبي لها وتاخذي لك كم حاجه. فبنات من تريدون مثلا ببالكم هاي الشغله تريدون تشتروها، ما اروح لام القسط نهائيا، والله اجمع الفلوس واروح للسوق، من السوق اشتري الحاجه اللي انا اريدها، لان ام القسط عندها هوايه شغلات. يعني انت مثلا رايحه على بردات، انت ما راح تاخذين بس البردات، لا راح تاخذين بردات وراح تاخذين مواعين وراح تاخذين ملابس وغيرها وغيرها، وما تحسين الا انتي وراجعه هاي شنو انا ماخذه، ليش حسابي مثلا صار 100 ألف او 200 ألف؟
زين هاي 200 ألف راس الشهر أنا منين راح أجيبها؟ فتظلين تاكلين بروحك، يعني الشهر كله أنت تفكرين بهاي 100 ألف أو 200 ألف اللي أخذتي من عندها من هاي المرة بالأقساط. فأنا على مال من أتجنب هذا الشيء، هسه اللي عندها قسط خلي تفكه وبعد لا تاخذ بالاقساط. اني يعني مو احرضكم او اقول لكم لا لا تشترون البيتكم، البيت كل شيء راد له، يعني ايش ما تحطي له هو يريد، بس اكو قلت لكم شيء مهم وشيء اهم، فواحد ياخذ الشيء الاهم حتى لا يتضايق ولا تخلين يعني وحده تجي تدق بابك وتقول لك اني اطلبك فلوس. فاروح للسوق قلت لكم واشتري اللي اني اريده، واهم شيء اني دائما اشجع على القاصه او الحصاله، لان اكو ناس يصح لها حصاله، انا من اقول قاصه تجيني وحده تقولي هي هاي قاصه لو حصاله، مو هو كل واحد وكل مكان له تسميته الخاصه، يعني كل محافظه او كل دوله او كل مكان يسمون هذا الشيء تسميه خاصه، فاحنا ببغداد احنا نصح لها قاصه، فعادي بنات عبروا لي شنو هاي تكفوا لي على الوحده. فإن شاء الله بنات مثل ما قلت لكم تلمون إيديكم وبالقاصة لو ألف ربع ربع حاسة شنو الربع اللي يجوز الطفل ما يقبل بيه خلوه بالقاصة، والله بنات يلم. ولا تقولي لي وحدة تجيني تقول لي حمودي يعني تيجي قد تخليني بالقاصة؟ شوفوا بنات أني وضعي يختلف عن وضعكم، يعني أني عائلتي صغيرة مو صحيح، يعني 4 نفرات ترى إحنا، أبونا يجوز شغله يختلف عن شغل ابوكم، فانتوا لا تقارنون نفسكم بيه نهائيا، لا مو بس بيه يعني باي وحده لا تقارنون نفسكم، لان انتوا ما تعرفون شنو وضع بيتهم، شنو تقسيمهم لميزانيتهم، هوايه امور، ابوهم شنو يشتغل مو صحيح، يعني هو حتى الراتب من شخص الشخص هو يختلف، يعني مو كل الرواتب هي مثلا نفس الراتب 800 او مليون، لا اكو ناس صاعد اكو ناس نازل، فلا يعني تخلون مثلا نفسكم او تقارنون نفسكم ويا هاي ويا ذيك، ما لكم شغله، انا يجوز اخلي باليوم 5000، يجوز اخلي باليوم 1000، تيجي ايام انا ما اخلي بالقاصه، فلا تقارنون نفسكم باي شخص. هناك اليوم شفت التعليق ذاك الفيديو السابق، قالت لي زين انت محمودي اذا تقولين ما اصرف منك هذا المكياج؟ حبيبتي منو قال لك ما اصرف؟ انا اصرف بس اصرف بالعقل، وهذا المكياج يا بنات أنا كنت فاتحة بيج على الأنستا فسديته، بقى عندي مكياج قسم من عنده وزعته للحبايب وقسم من عنده بقى يمي، فأنتم من تشوفون هذا المكياج أكيد يعني، وقبلها أنا يعني من أروح للسوق أحتاج مثلا كحلة أو أحتاج مثلا مسكارة، أكيد الكحلة والمسكارة وهاي الشغلات قبل بيوم وبيوم راح تخلص، راح تبقى أشهر عندي مو صحيح؟ العطر نفس الحالة راح يبقى فترة كلش طويلة عندي، يعني أنا صحيح أشتري مثلا الشيء ما أقول لكم الحيل غالي لا الوسط، بس يعني مثلا عطرة طيب أو المسكارة نوعيتها زينة فتبقى عندي فترة كلش طويلة. فلهذا السبب يا بنات المكياج اللي شفتوا هاي مال بيج، وأني قبلها كنت فاتحة بيج مال رسم على الزجاج، أني كلش أحب يعني على الزجاج أرسم مباخر وأكواب وهاي الشغلات، وبوقتها هم سديته، فإن شاء الله يعني ما طولت عليكم وما حكيت هواية، ويعني ما حسيت إلا الفيديو ماتي خلاص، وبعدني طبعا أنا ما مكملة الحكي، بعد عندي هواية هواية حكي وياكم، بس إن شاء الله كل فيديو راح نفتح لنا موضوع ونحكي بيه حتى نصير معدلات، أكيد أنتوا كلكم معدلات، بس يعني واحد ينبه على شغلات غافل عنها. هنا أنا كملنا الغداء مالتنا وكملنا التنظيف، فقلت خلي أنظف شنو خلي أعطر الصالة والبيت، ومثل ما تشوفون طبعا هذا العطر مال البخور ريحته كلش طيبة، أنا ما أثبت على عطر واحد، عندي هواي يعني عطورات مال البخور، يعني من يخلص أجيب غيره، يعني مو أنا عندي موجود بالبيت لا، من يخلص أجيب غير نوعية. فلهنا حبايبي خلص الفيديو، اتمنى عجبكم ونال استحسانكم، واني كلش 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 احبكم واشكركم على كل تعليق حلو، مع الف الف سلامه.